أمك قدمه لكم من شوف تي في، أهلا بكم. قال الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أنه الفساد ما يمكنش أن يحارب بالفساد، هناك فرق كبير بين من يدين بالإسلام ومن يتاجر به. وصف حميد شباط الحكومة بالمفسدة بحيث قال في هذا الشأن أنه الفساد ما يمكنش أن يحارب بالفساد وأنه المفسدون ما يمكنش أن يحاربوا بالمفسدين. وشدد شباط على أن هناك فرق بين من يدين بالإسلام ومن يتاجر به، في إشارة إلى استغلال حزب العدالة والتنمية للدين الإسلامي في السياسة. قال الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط أن الحزب ديالو دافع عن حزب العدالة والتنمية من بعد الأحداث المأساوية اللي شهدها المغرب يوم 16 ماي 2003 بالدار البيضاء، بحيث كان هناك فرق أو كان هناك نقاش يعني بحال حزب العدالة والتنمية اللي توصف أنذاك بالتورط ديالو في تهييج وإثارة ما أسماه مشاعر المتشددين عبر مقالات وخطب المنتمين إلى صفوف ديالو، إلا أن حزب الاستقلال حسب شباط وقف أنذاك في وجه هذا القرار ودافع عن حق حزب العدالة والتنمية في الاستمرار والوجود، لكنه انقلب عليه حاليا مبرزا في هذا الشأن أن هناك بعض الجاحدين الذين لا يتذكرون التاريخ أو يتناسونها. اضطرت مصالح الشرطة القضائية إلى إلغاء تمثيل جريمة قتل طفلة في الطومة ذات سنتين ونصف من بعد الاغتصاب ديالها من دبور، وأكد مصدر مطلعة أنه مصالح الأمن تخوفت من خروج عملية تمثيل جريمة عن سيطرة بسبب الحشود الغفيرة الغاضبة التي أرادت الهجوم على الجاني البالغ من عمر 22 سنة. وأشار المصدر إلى أنه درب أقا شهد تقاطر العشرات من سكان المدينة ديال تارودانت لمشاهدة المتهم والاقتصاص منه. في الخبر الثقافي، انطلقت مساء امس الجمعه بدار الثقافه بمدينه فيجيغ فعاليات مهرجان ثقافات الواحات في نسختها السابعه، ويعد هذا المهرجان المنظم من طرف وزاره الثقافه والجماعه الحضريه لفيجيغ وبمساهمه شركاء وطنيين ودوليين موعد سنوي راكم خلال 7 دورات تجارب فنيه من خلال معارض تراثيه وفنيه وندوات تناولت قضايا عامه كتهم التنميه الشامله لواحات فيجيغ. رياديا، أشارت تقارير بعض الصحف البريطانية على إمكانية إعلان لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي بول سكولز عن اعتزاله لاعب كرة القدم بشكل نهائي مع نهاية الموسم الحالي. وكان سكولز قد أعلن الاعتزال ديالو عن لاعب كرة القدم في صيف 2011 وبدأ دوره في تدريب فريق ألمان يونايتد الاحتياطي، إلا أنه قرر العودة مرة أخرى بعدما استدعاه أليكس فيرغسون للمساعدة في تخفيف مشكلة خط الوسط، إلا أنه الآن وبعد الاعتزال ديالو هل يغادر هو الآخر المستطيل الأخضر؟ بهذا الخبر مشاهدينا كنتو معكم أوراق الموجز، لكم أطيب ورق تحية من كل طاقم شوف تي في تقنيين وصحفيين، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.